من فترة سمعت عن راجل عنده أراضي زراعية بدأ يحفر الأرض كلها لما سمع أنه ممكن يلاقي تحتها آثار، وطبعاً بعد ما حفر وجرف الأرض تماماً وتكلف رقم رهيب في عملية الحفر زي كتير غيره ما لقاش أي حاجة بعد ما كان خسر الزرع وفلوسه وطموحاته قبل أي حاجة. القصة الخاصة بفكرة النصب في موضوع وجود آثار اللي أدارتها عصابة في مدينة نصر كان ليها ثلاث أشكال، وده كان شكل منهم يقنعك أن تحت بيتك أو أرضك في آثار ويجيب لك شيخ مغربي علشان فك لعنة حراس المقابر، وكمان يقولك أن المشتري جاهز وموجود، ودي نقطة مهمة جدا، ويدفعوك دم قلبك ما بين الحفر والشيخ وفجأة يختفوا. يمكن ما عنديش تفاصيل كتير، لكن هي دي القصة زي ما اتقالت بشكل رسمي في بيان وزارة الداخلية بعد ما تم القبض على العصابة في نوفمبر 2017، وقالوا ان العصابة كانت مكونة من 4 أشخاص كانوا بيتبادلوا الأدوار ما بين الشيخ المغربي والمشتري. الشكل التاني، وده كان بيتم عن طريق فيديو مشهور جدا بيجيبهولك شخص عبارة عن قطع المفترض انها اثرية متصورة بكاميرا موبايل من كل الجوانب وجنبها عملة ورقية ممضي عليها وورقة نتيجة بتاريخ قريب، وده لتأكيد تاريخ اليوم اللي متصورة فيه. وبرضه انا مش عارفة هي بتثبت ايه او بتشير لايه، يعني هي مثلا ورقة النتيجة هترفض تتقطع في يوم غير اليوم بتاعها؟ كده لا. المهم بعد كده بيطلب منك ان انت تجيب مشتري، والشكل ده كان اكتر الاشكال اقناعا للناس. الشكل الثالث، وده كان الشكل الكوميدي، وللحقيقه انا مش عارفه ازاي كان في ناس بتمشي ورا الموضوع ده بجد، بس الفكره المبتكره هي اللي هتهمني دلوقتي، وهي كانت عبارة عن الرسالة الشهيرة جدا اللي وصلت تقريبا لأغلب شعب مصر على تليفوناتها، وكانت بتقول ارجع يا محمد، أبوك لقى تماثيل في الأرض وعايزين حد أمين يصرفها. وعلى عهدة المذيعتين اللي جبت من برامجهم خبر القبض على العصابة إن أكتر من نص مصر عملت نفسها محمد وردت على الرقم اللي بعت لها الرسالة، بس الحقيقة أنا ما عنديش تفاصيل أكتر، لكن كانت الفكرة الغريبة دي هي اللي شدتني إن احنا نعمل الحلقة النهاردة. طيب من القصة دي اللي ممكن نتكلم عنه النهاردة؟ عندي موضوعين، الأول اللي هنتكلم عنه دلوقتي وهو فكرة لعنة الفراعنة، وده السبب في فكرة النصب بوجود شيخ مغربي بيفك الأعمال نظرا لشهرة المغرب في المجال ده، وده هيكون الموضوع الأول في حلقتنا النهاردة. فهل فعلا في لعنة فراعنة؟ بدأت الناس تتعامل مع أسطورة لعنة الفراعنة بشكل جدي بعد سنة 1922 لما افتتح هيوارد كارتر مقبرة الفرعون توت عنخ آمون. لفت نظرهم نقش بيقول سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك. في خلال عام من افتتاح المقبرة حصلت عشرات الحوادث الغامضة لكتير من اللي شاركوا في افتتاحها، ودي كانت بداية لترويج فكرة وجود لعنة الفراعنة، وان كل اللي هيحاول هتك حرمات المقابر الفرعونية هيتعرض لأذى، اللهم الا بالاستعانة بالقرآن لفك اعمال السحر اللي كان كهنة فراعنة مصر بيعملوها علشان ما يخلوش اي شخص غريب يقرب من المقبرة. وبداية الفكرة دي كان المعتقد ان المقصود بيها هم لصوص المقابر، واعتقد ان بعضنا او كتير مننا شاف فيلم المومياء الشهير للراحل العظيم شادي عبد السلام اللي كان بيتكلم عن لصوص المقابر في فترة سبقت اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. لكن الغريب انه بالرغم من الحوادث الكتير اللي اصابت عدد كبير من اللي شاركوا في افتتاح المقبرة، الا ان هيوارد كارتر المكتشف الرئيسي للمقبرة كان من الناس اللي لم يصبها اي اذى، بس كان اسرعهم ضررا هو ممول العملية وهو اللورد كارنافان اللي تعرض في البداية لحمى شديدة وغير مبررة ووصلت درجة حرارته لـ40 درجة مئوية لحد ما مات بعد فترة صغيرة وكان عمره 57 سنة. في كتاب لعنة الفراعنة قال المؤلف فيليب فاندنبرج ان بعد سلسلة الاحداث الغريبة اللي حصلت لكتير من المشاركين في افتتاح المقبرة اصبح حتى العلماء مصدقين بفكرة لعنة الفراعنة، وخصوصا بعد موت عدد مش قليل من مساعدين اللورد كارنافون وهيوارد كارتر.
وفاة كارنفون كانت سبب في قدوم أحد محبي التاريخ المصري، وهو جورج جولد ابن أحد الممولين الأمريكان الكبار. سافر في دولة من القاهرة للأقصر ومنها إلى وادي الملوك علشان يشوف الاكتشاف المثير، واللي هو طبعا مقبرة توت عنخ آمون. ولكن في اليوم الثاني أصيب برضه بحمى وارتفعت درجة حرارته ومات في مساء نفس اليوم. بكمل معاكم في مقالة كانت كاتباها اليوم السابع عن كتاب لعنة الفراعنة لفيليب فاندنبرج في يناير 2018، إن الوفيات الغامضة استمرت دون انقطاع. بعد فترة صغيرة جه رجل الصناعة الإنجليزي جول وود للموقع المقبرة، وبعد انتهاء الزيارة رجع بريطانيا عادي جدا، بس برضه زي سابقيه مات بالحمى. بعدها توفي أرتشبولد دوغلاس ريد الأخصائي في الأشعة السينية أو أشعة إكس زي ما احنا عارفينها، واللي كان أول من قطع الخيوط حوالين جسم مومياء الفرعون توت عنخ آمون، وده كان علشان يتم تصوير المومياء تحت الأشعة السينية. بدأ بعدها يعاني من نوبات ضعف جسماني لحد ما مات بعدها بوقت قصير جدا في سنة 1924. بنكمل مع الكتاب والمقالة، إن مع حلول سنة 1929 كان في 22 شخص من اللي ليهم علاقات مباشرة وغير مباشرة بافتتاح مقبرة توت عنخ آمون، منهم 13 اشتركوا بالفعل في فتح المقبرة وبالفعل كانوا ميتين. ومن بين المتوفين كان الأستاذين دونلوك وفوكرت وعلماء الأثار جاري دافس وهاركنز دوغلاس ديري والمساعدين إستر وكالندر. بس كانت أغرب ظروف وفاة لواحد من مساعدين هوارد كارتر المكتشف الرئيسي للمقبرة زي ما قلنا من شوية، وهو ريتشارد بيثل. ريتشارد بيثل ده مات في سنة 1929، في صباح أحد الأيام وجد بيثل ميت في سريره نتيجة لقصور في القلب، ولما عرف والده بمصرعه رمى نفسه من الدور السابع في بيته اللي موجود في لندن. وأثناء مرور الجنازة في طريقها للمقبرة دهست عربة الموتى ولد صغير كان معدي الشارع. بيشير موقع ناشونال جيوغرافيك لأن الدراسات الحديثة أثبتت أن لعنة الفراعنة كانت بيولوجية في طبيعتها، وأظهرت الدراسات المعملية أن بعض المومياوات القديمة كانت بتحمل العفن والبكتيريا اللي من الممكن أنها تتسبب في ضيق التنفس ونزيف الرئتين. بس برضو هل ده سبب كافي لسلسلة الحوادث الغامضة اللي حصلت؟ يمكن. نسيبنا من موضوع لعنة الفراعنة اللي عمرنا ما هنوصل فيه لنتيجة، ونيجي لموضوعنا التاني في حلقتنا النهاردة، وهو ليه الناس في كل مصر بتدور على الآثار مش في مناطق معينة؟ يعني كل محافظة في مصر هتلاقي فيها ناس بتدور على الآثار. دورت كتير على إجابة، وكانت الإجابة مفاجأة ليا أنا شخصيا، وده لأنها كانت معلومة أول مرة أعرفها رغم قراءاتي الكتير في تاريخ مصر القديمة. في الوقت الحالي زي ما كلنا عارفين بتستعد مصر لتحويل الهيكل الحكومي في مصر للعاصمة الإدارية الجديدة. حد هيقول لي وده إيه دخله في موضوعنا النهاردة؟ خلوني أقول لكم ببساطة، هل تعلم العاصمة الإدارية الجديدة هي العاصمة رقم كام في تاريخ مصر؟ سؤال صادم بالنسبة لي والإجابة أغرب. تعالوا نشوف. العاصمة الإدارية هي العاصمة رقم 22 في تاريخ مصر، ورغم أن القاهرة بقى لها أكتر من 1000 سنة عاصمة لمصر، إلا أن سبقها 20 عاصمة أخرى. هنستعرض أهمهم مع بعض سريعا، وفي الآخر هوضح لكم إيه علاقة كل ده بموضوعنا النهاردة. أول عاصمة كانت تنيس اللي مكانها حاليا المنزلة بيت أهلية، بعدها منف أو منفيس ومكانها حاليا البدرشين في الجيزة، بعدها هيركليوبلس إهناسيا حاليا في بني سويف، بعدها الأشهر على الإطلاق طيبة أو الأقصر حاليا. وبتمر العواصم في مصر القديمة عبر مصر كلها لحد ما بنى الإسكندر الأكبر الإسكندرية واخترها عاصمة مصر. وما ننساش برضو ان مملكة كوش او النوبة حاليا حكمت مصر في فترة الاسرة 25، وبعدها جه الفتح الاسلامي وكانت عواصم مصر بالترتيب الفسطاط، العسكر، القطائع، ثم القاهرة، وكلهم كانوا في محيط القاهرة.
نستخلص من كل الكلام ده ان الحضارة في مصر مرت على مصر طولا وعرضا، وكتير مننا عارفين ان حتى في الواحات والصحراء الغربية وجد معابد فرعونية، وفي سيناء اثار فرعونية ومسيحية من العصر الاول للمسيحية. فده فعلا معناه ان تحت تراب مصر في عشرات الحضارات المدفونة بجد، مثلا الاسكندرية كلها تحتها اثار عصر كامل وهو الروماني. وطبعا كلنا عارفين ان حتى النوبة اللي هي اخر نقطة في مصر فيها معبد من اهم المعابد في تاريخ مصر وهو معبد ابو سمبل. في النهاية العملية معقدة جدا، مصر عايمة على كنوز من الاثار، بس هل الحل حتى لو كان حكوميا اننا نحفر مصر كلها علشان نستخرج الاثار دي؟ سؤال صعب وانا شخصيا مش عارفة اجابته، بس الاكيد ان الاكتشافات هتفضل في مصر لقرون، وهتفضل مصر مخزن اسرار كبير لحضارات كتير، واسرار اكتر لسه مجاش الوقت لاكتشافها.